هناخدكم سريعا لفقرة بورصة الصحافة، وأفضل صورة صحفية النهاردة كانت من الدستور بعدسة المصور الصحفي أحمد الصياد. الأخبار ده أفضل إخراج صحفي، وعملت صفحة زي ما بتعودنا الأخبار دايما بيكون في صفحات أرشيفية. النهاردة عاملة صفحة الحقيقة عن ذكرى وفاة أم كلثوم، أو في عدد الغد تحديدا. لسه مكملين مع حضراتكم ولكن بعد فاصل قصير.